بشار الأسد التقى في دمشق المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا والوفد المرافق له. قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إن قصف النظام لمناطق المدنيين في دوما بريف دمشق تستدعي إدانة قوية. دانت 71 دولة إلقاء طائرات النظام للبراميل المتفجرة على المدنيين في سوريا. قالت وكالة الأنباء الألمانية إن الأسد أبلغ دي ميستورا خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق أن الحسم العسكري في سوريا له الأولوية على الحل السياسي.